السلام عليكم ورحمه الله، ارحب بكم جميعا في مستهل هذه الحلقه من الاجنده. في الاجنده هذا الاسبوع خطه السلام المتعثر في اليمن، الجيوش حصون ام مغارات لصوص. وصلت مشاورات الكويت إلى غايتها بعد فترة طويلة بالقياس إلى المشاورات التي انعقدت لغايات مماثلة في أكثر من ساحة صراع حول العالم كان لافتا بقاء التعقيدات والتحديات نفسها أو نفسها أمام المشاورات في كل محطاتها ومنعطفاتها ولم تنجح محاولات المبعوث الأممي والرعاة الدوليون لهذه المشاورات في تجاوز هذه التعقيدات. فقد بقي موقف الانقلابيين على حاله وهو المطالبه بتشكيل حكومه شراكه وطنيه يكونون جزءا منها لا يتم المساس بامكانياتهم العسكريه ولا يتم التطرق للانسحابات وتسليم السلاح الا باشراف حكومه يهيمنون عليها. ابلغ المبعوث الاممي الاربعاء الماضي مجلس الامن في احاطه سريه باخر تطورات ومستجدات مشاورات الكويت التي تشارف على الفشل او انها قد فشلت. وبحسب ما رشح من هذه الاحاطه فقد سمى المبعوث الاممي وفد المخلوع صالح والحوثيين كطرف يرفض التوقيع على مشروع اتفاق السلام المقدم من الامم المتحده. ودعا مجلس الامن الدولي للتحرك. لكن لماذا سارعت الحكومه الى توقيع هذا الاتفاق؟ الجواب وفقا لأكثر المراقبين تقريبا هو أن موقف الحكومة جاء متسكا مع قرارات الشرعية الدولية ومع المرجعيات الثابتة للعملية السياسية وقد وضع وفد الحكومة نصب عينيه مسألة التسلسل التاريخي لأي اتفاق سلام في اليمن وفقا لما يقضي به قرار مجلس الأمن أو قرار مجلس الأمن وهنا يمكن الحديث عن نصر سياسي أحرزته الحكومة وهزيمة سياسية منكرة للانقلابيين سيدفعون ثمنها لا شك شتانا إذن بين موقف الحكومة الذي يعيد الجميع إلى المرجعيات المنطقية للحل وبين الفريق الانقلابي الذي يريد استثمار انقلابه استثمار في تحقيق مكاسب سياسية طويلة الأمد تجعل الانقلابيين هم المتحكم الأول في شؤون الدولة دون سكف وبدون ضوابط عن التطورات الجديدة في مشاورات الكويت في ضوء إعلان الأمم المتحدة لخطة السلام التي وافقت عليها الحكومة ورفضها الانقلابيون وعن مساعيهم نحو إعادة واجهة الانقلاب عبر مجلس سياسي جديد سنخصص هذا الملف، ملفنا الأول من الأجندة لهذا الحديث كان الخطأ النوعي الذي وقع فيه الوسيط الدولي وسفراء الدول الراعيه هو انهم جعلوا القرار رقم 2216 الصادر عن مجلس الامن تحت الفصل السابع محلا للنكاش والتفاوض والاخذ والرد. واخضعوه لنوع من الانتقائيه المريبه. مع ان قرارا كهذا ما كان له ان يخضع لهذه الانتقائيه لانه حزمه اجراءات تمهد الطريق امام عوده الجميع الى خط التسويه السياسيه، هكذا كان ينبغي. كاطراف سياسيه متكافئه. بل ان الضغوط الدوليه انصبت فوق راس الحكومه بهدف حملها على القبول بمطلب تشكيل حكومه شراكه وطنيه يطالب بها الانقلابيون مقابل ماذا؟ مقابل تعهد بان لا تمارس هذه الحكومه اي من صلاحياتها قبل بدء الانسحاب من المدن وتسليم السلاح. لم يكن الامر يخلو من خدعه مدبره للسلطه الشرعيه. كان هدفها هو تقويض هذه السلطه وتنصيب سلطه بديله معترف بها دوليا تتولى تصريف الامور وتوفير غطاء جديد من الشرعيه لسلوك الميليشيا وانقلابها. وتعمل هذه الخدعه على التخلص من ارث التسويه السياسيه ومرجعياتها وسلوك مسار جديد للحل السياسي بدون مرجعيات واضحه. سوى مرجعيه واحده هي مزاج الانقلابيين وارادتهم المتصله. او ارادتهم المتصلبه والمتمسكه بنزعه الحكم والتسلط والاستئثار بالثروه كان من الواضح ان هذا الجهد المخاتل من جانب الرعاه الدوليين للمشاورات قد ارسل اشارات ايجابيه للانقلابيين شجعتهم على اتخاذ المزيد من الخطوات التي جعلت المشهد اكثر تعقيدا خصوصا وان بعض الاطراف يعني الاطراف الدوليه بدات تستجمع من ركاب الفوضى والحرب في اليمن بعض الاوراق التي ان لم تعزز نفوذها في هذا المشهد البائس فانها ستعزز مواقفها في ساحات اخرى اكثر اهميه. ونشير في هذا السياق الى فشل مجلس الامن في اعتماد بيان يدعو الى يدعو الانقلابيين تحديدا الى الاستجابه لجهود المبعوث الاممي والمسارعه في التوقيع على مشروع الاتفاق الذي اقترحته الامم المتحده. وهو النداء الذي لم يلقى اذنا صاغيه من جهه الانقلابيين حتى الان. حتى هذه اللحظه لا يزال مضمون مشروع اتفاق السلام الاممي غير واضح بشكل كاف لتقييمه. فلم ترشح معلومات دقيقه عن مضمون المشروع الذي وقع عليه وفد الحكومه. وكل ما رشح حتى الان عن هذا المشروع هو ذلك الذي جاء على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيه رئيس الوفد الحكومي الى المشاورات الاستاذ عبد الملك المخلافي الذي اوضح في مؤتمر صحفي عقده لدى مغادرته مطار الكويت آه الاثنين الماضي ان مشروع الاتفاق يهدف الى صنع السلام وايكاف الحرب وانهاء الانقلاب كما ينص على حل ما سمي بالمجلس السياسي واللجنه الثوريه العليا واللجان الثوريه والشعبيه وقال ان الاتفاق ينص على تسليم السلاح وانسحاب الميليشيا من العاصمه صنعاء ومحيطها ومحافظات تعز والحديده كمرحله تمهيديه كما يضمن الاتفاق يتضمن نص الاتفاق الافراج عن جميع المعتقلين والاسرى وزاد عضو الوفد الحكومي الى المشاورات الدكتور محمد العامري ان قال ان المبعوث الاممي قدم مشروع اتفاق يحدد القضايا الرئيسيه الخمس التي جاء من اجلها الوفد الى الكويت واصفا الاتفاق بانه موضوعي ومنطقي ويتحدث عن امور واضحه وجليه. وهذا ما جعل الحكومه توافق عليه. جاء رد فعل الانقلابيين مرتبكا في بدايه الامر وقالوا ان المبعوث الاممي لم يعرض عليهم اي صيغه عن مشروع اتفاق السلام. والحقيقه انهم لا يزالون في مرحله تحشيد الموقف المناسب. لكنهم بنفيهم تلقي مشروع الاتفاق من المبعوث الاممي يعبرون عن حاله ارتباك حقيقيه لم يعهدوها من قبل، وهذا يعني ان المجتمع الدولي ربما ربما رفع الغطاء هذه المره عن سلوك الانقلابيين واظهرهم مكشوفين غير قادرين على تبني مواقف واضحه. يكتفي الانقلابيون في هذه المرحله بالترويج لمشروع الاتفاق أو لمشروع الاتفاق الذي يصفونه بالوطني ذلك الذي وقعه المخلوع صالح والحوثيون في الثامن والعشرين من شهر يوليو الماضي ونص على تشكيل مجلس سياسي جديد يحل محل اللجنة الثورية ويدعون إليه إلى احتشاد جماهيري ومهرجانات في مؤشر على أنهم ماضون في طريق التمرد حتى نهايته. نتيجة انعدام الخيارات أمامهم الخيارات المجدية يعني بعد أن فشلوا في شرعنة الانقلاب وفي تأمين المظلة الدولية التي كانوا يحلمون بها طوال الوقت الماضي لم يغادر وفد, وفد الانقلابيين الكويت حتى الآن لأنه يبدو ما زال مكبلا بقيود الالتزام تجاه هذه المشاورات في حين غادر الوفد الحكومي الكويت بعد أن وقع على الاتفاق ولم يقل أحد أنه انسحب من هذه المشاورات بالطبع بل بقي جزء منها لكن دون أي استعداد لمنح فرصة أخرى للإنقلابيين ولمن يريد من الوسطاء لإعادة النظر في مشروع الاتفاق الأممي ولهذا يقف هؤلاء الانقلابيون وجها لوجه أمام الأمم المتحدة وسفراء الدول الراعية بهذا التعنت الذي أبدوه لأن وفد الحكومة أنجز مهمته بنجاح وأخلى مسؤوليته اتجاه المشاورات وما نتج عنها من رؤيه امميه للحل. عاد الوفد الحكومي الى الكويت مجددا. لكن لا من اجل مزيد من البحث والنقاش وانما لانجاز نهايه بروتوكوليه لائقه بمشاورات حققت جزءا مهما من اهدافها المطلوبه وهو الوصول الى تصور للحل، لكنها فشلت في تطبيق هذا الحل لان الانقلابيين ارادوا لهذه المفاوضات ان تفشل. ثمة من اراد ان يثير اللغط حول مغادره وفد الحكومه عقب توقيعه على اتفاق السلام من طرف واحد لكن المبعوث الاممي حرص على التوضيح بان مغادره الوفد الحكومي الكويت لا تعني مغادره المشاورات فنحن متفقون مع الاطراف على استمرارها او على استمرار المشاورات على ان نقيم في الايام المقبله اليه العمل المناسبه وسنخصص كما يقول الايام المقبله لاجتماعات مكثفه مع وفد الحكوميين والمؤتمر الشعبي العام ومع بعض اعضاء المجتمع الدولي المعنيين بالشان اليمني وبتحضير الخطوات المقبله. كلام المبعوث الاممي يفيد بان الجهد سينصب على اقناع المتمردين بضروره التوقيع على مشروع الاتفاق الذي صاغته الامم المتحده وليس لاعاده اطلاق عجله المفاوضات الى ما لا او الى ما لا نهايه حول مشروع الاتفاق. وحينما عقد الرئيس هادي اجتماعا لكبار مستشاريه وللفريق الحكومي الى مشاورات الكويت خلى الاجتماع من اي اشاره الى المواقف وانما جاء بمثابه احصاء للارباح والخسائر مع تبرير واضح للتنازلات التي قدمتها الحكومه او قدمها الجانب الحكومي في هذه المشاورات والتي ياتي في مقدمتها الحرص على حكم الدماء اليمنية ووقف الحرب وفك الحصار على المدن وايصال المساعدات الانسانية والاغاثية لمستحقيها من الاطفال والنساء. وكذلك اطلاق سراح الاسرى هذا ما اسفر عنه الاجتماع الحكومي برئاسة الرئيس هادي. لكن هل بحثت الحكومه في الخيارات التي يمكن ان تلجا اليها في حال رفض الانقلابيون التوقيع على مشروع الاتفاق؟ الاجابه على هذا السؤال ربما وردت على لسان عبد العزيز جباري نائب رئيس الوزراء وزير الخدمه المدنيه والتامينات عضو الوفد الحكومي الى مشاورات الكويت الذي اوضح ان الاجتماع الرئاسي بحث في الخيارات المحتمله رغم تمسكه بخيار الحل السلمي. الذهاب الى التصعيد العسكري في مواجهه الخروقات المستمره من جانب الانقلابيين هو احد الخيارات المطروحه امام الحكومه. معتبرا انه لم يعد بالامكان التفاوض مع الانقلابيين بل مع المجتمع الدولي الذي يتعين عليه ان يقوم بواجباته الانسانيه والقانونيه. الحقيقه ان خيار الحل العسكري هو اكفا الخيارات فيما يبدو. اكفا الخيارات التي يمكن للحكومه ان تعتمده في طريقها لاستعاده الدوله والمؤسسات وفرض الاستقرار في البلاد. لكن الامر لا يتعلق فقط بالحكومه بل بالتحالف، التحالف العربي الذي يهيمن على القرار العسكري ويمتلك امكانيه دعم هذا الخيار وانجاحه اذا اراد. والتحالف اذا كان يواجه ضغوط كما هو معلوم من الغرب حتى لا يستخدم الورقه العسكريه فان عليه ان يبقى على ان يبقي على الاقل هذه الورقه جاهزه للاستخدام في الوقت المناسب وعليه قبل ذلك ان يعمل على دعم الحكومه الشرعيه وتمكينها من القيام بواجباتها الدستوريه كامله وفرض سيادتها على البلاد البلد بكل مظاهر هذه السياده سياده عسكريه وامنيه واقتصاديه الى اخره ومطلوب على وجه السرعه أن ينهي التحالف كل الصعوبات التي تعترض عودة الحكومة إلى عدن وهي صعوبات جرى استنباتها في حقيقة الأمر استنبتت صناعيا في عدن وفي غيرها حتى لا يؤسس أو يؤسس نموذج ناجح للتحرير في اليمن وحتى لا تتمكن السلطة الشرعية من القيام بواجباتها وحتى لا تتسارع خطط تحرير ودحر الانقلابيين لأهداف يعلم الله ويعلم المختصون حقيقتها وعلى التحالف ان يدعم فكره سياده السلطه الشرعيه على البنك المركزي وتمكينها من اداره الماليه العامه والاشراف على الباب الاول من الموازنه وسحب البساط من تحت اقدام الانقلابيين الذين يستثمرون وجود البنك المركزي تحت سلطتهم في استغلال موارد الدوله لدعم مقامراتهم العدوانيه وممارسه الضغط على منتسبي الجهازين المدني والعسكري للدوله عبر التحكم بالمرتبات. الحرب التي يمكن ان تشنها الحكومه والتحالف على الانقلابيين متعدده الاوجه، قد يكون اكثرها كفاءه هي الحرب بالاسلحه المباشره لكن الحرب عبر تقويه الدور المؤسسي والامني والعسكري للسلطه الشرعيه لا تقل اهميه عن الحرب العسكريه بل ربما تكون اكثر فاعليه في هذه اللحظه تحديدا. كان يفترض أن يجري الإعلان عن الأسماء التي سوف تشغل عضوية المجلس السياسي الجديد الذي أعلنه تحالف الإنقلاب في صنعاء في اجتماع يعقد بالقصر الجمهوري بصنعاء يوم الثلاثاء الماضي، لكن ذلك لم يحدث. بعض المصادر الصحفية نقلت عن أوساط ميليشيا الميليشياوية ما يفيد بأن تأجيل تحديدا ميليشيا الحوثي نقلت ما يفيد بأن تأجيل وربما عدم عقد هذا الاجتماع نهائيا يعود سببه الى الضغوط التي مارستها سلطنه عمان في محاوله منها لتجنيب او لتجنب اي تصعيد من جانب مجلس الامن الذي عقد جلسه مشاورات مغلقه بشان اليمن في اليوم التالي اي يوم الاربعاء المنصرم. ومعروف ان سلطه سلطنه عمان عفوا ابقت على نفسها وسيطا موثوقا بين طرفي الازمه في اليمن وابقت على علاقة قويه مع الانقلابيين واصبحت العاصمه العمانيه مسقط محطه مهمه لتحركات دوليه واقليميه ولقاءات بحثت في ادق التفاصيل او في ادق تفاصيل الازمه اليمنيه وهيات الظروف لانعقاد سلسله مشاورات فاشله طبعا جرت طيله العام الماضي بين الحكومه والانقلابيين لقد مارست مسقط ضغوطا على الحوثيين وعلى حزب صالح لوقف اعلان المجلس السياسي حسب ما يقول البعض وبحسب المصدرين المقربين من ميليشيا الحوثي فان الضغوط العمانيه كانت جزءا من ضغوط واتصالات دوليه بين تلك الـ 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 التي بذلها سفراء الدول الثمانيه عشر المعتمدين لدى اليمن وهم السفراء الذين يشرفون على المشاورات وطبيعه الحال لكن ثمه ما يدعو للتساؤل بشان ما اذا كانت الضغوط العمانيه والدوليه هي من اوقف الاعلان عن تشكيل المجلس السياسي ام ان ثمه اسباب اخرى من بينها مثلا ان الحوثيين يماطلون في انجاز هذه الخطوه التي ستاتي حتما على حساب هيمنتهم المطلقه على ما يسمى باللجان الثوريه العليا. فعلى الرغم من الحماس الذي اظهره عبد الملك الحوثي لهذا الاتفاق فان الصخره التي اشار اليها في كلمته لم تكن صخره ل رؤوس المعترضين من خصوم الميليشيا بطبيعة الحال بل هي صخرة للمعترضين من داخل الميليشيا نفسها وإلا فإن, فإن الذين يعارضون الانقلاب لا يهمهم شكل الواجهة التي يظهر بها الانقلاب الكبيح بقدر ما يهمهم إزالة هذا الانقلاب وهزيمته وحينها سيعمدون إلى تكسير الصخرة على رؤوس الانقلابيين التحالف التكتيكي الذي أقامه المخلوق صالح مع الحوثيين هو بنظر المراقبين اجراء مرحلي تفرضه تحديات المرحله والحاجه المتبادله لهذا التحالف من جانب المخلوع والحوثيين. لكن الثابت ان كليهما متمسك بمشروعه السياسي الخاص الذي لا يقبل القسم على اثنين. والملاحظ ان الاتفاق على تاسيس مجلس سياسي جاء عقب حمله واسعه للترويج لنجل المخلوع صالح الموجود حاليا في عهده الاماراتيين وهي حمله حاولت ان تظهر نجل المخلوع اسيرا لدى اعداء مفترضين في حين انه في حقيقه الامر يعيش في وضع جيد ويشرف على الاستثمارات الواسعه للمخلوع في الامارات ويعني يعيش ازهى ايام ربما وهذه الحمله انما تهيئه لدور من الواضح ان له علاقه كبيره بالمجلس السياسي الذي جرى التوافق على تشكيله بين الشركاء الانقلاب في صنعاء الاسبوع الماضي لا شيء يؤرق المخلوع صالح اكثر من اجماع دولي ضد مشروعه لاستعاده السلطه وما هو واضح حتى الان هو ان الاجماع الدولي على حل الازمه اليمنيه يتعزز باستمرار خصوصا بعد ان اتفقت الاربع دول غربيه وعربيه مؤثره في الازمه اليمنيه اتفقت على هذا الحل وفق التسلسل التاريخي يعني الذي لا يدع مجالا امام الانقلابيين للتنصل من تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي رقم 2216. طبعا هذا لا يعني ان المجتمع الدولي تخلى عن فكره الشراكه بل هو حريص جدا على الشراكه التي تبقي الانقلابيين جزءا من المشهد السياسي والعمليه السياسيه. القادم الرهان اليوم ليس على قبول الانقلابيين بالتوقيع على الاتفاق قد يوقعون على الاتفاق لأنهم في مأزق لا يحسدون عليه وإنما الرهان على بقاء الإجماع الدولي قويا إزاء تصفية تركة الانقلاب وحول ضرورة تنفيذ الانسحاب وتسليم السلاح بدون تباطؤ وبدون عثرات نعتقد أن التحالف العربي بإمكانه أن يوظف سيطرته العسكرية على البلاد في تنفيذ ركابه صارمه على عمليه الانسحاب وتسليم السلاح قبل ان يطمئن الجميع على ان الشراكه المقبله هي من اجل اليمن وليست مجرد جوله تكتيكيه او محطه لاستعاده الانفاس واستغفال المجتمعين الاقليمي والدولي من قبل الانقلابيين للقيام بجوله حرب مدمره جديده من اجل السيطره على السلطه. على التحالف اذا، التحالف العربي ان يبقى مستعدا لاستخدام القوة العسكرية إن لزم الأمر ضد أي محاولة للتنصل من جانب الإنقلابيين، وهو الأمر أو هو أمر متوقع في حال قرروا التوقيع على مشروع الاتفاق الأممي. نقول ذلك لأن هؤلاء الإنقلابيين لا يعولون كثيراً على الاتفاقات وليسوا معنيين بالحفاظ على مصالح اليمنيين ودولتهم. فكل ما يهمهم هو أن يكونوا مسيطرين على الدولة. ومتحكمين في الثروة وتلك هي عقدة الانقلابيين والسر الانتحار الذي يقدمون عليه وسر اندفاعهم الأهوج خلف أحلام السلطة والنفوذ في هذا البلد الذي لم يعد يحتمل أي مغامرات من هذا النوع مشاهدين الكرام إلى هنا ننهي النقاش في ملفنا الاول من الاجنده، سنذهب الى فاصل قصير ثم نعود بعده لمواصله النقاش في ملف اخر يتعلق بواقع الجيوش العربيه في ضوء النكسات المتتاليه التي تحققت على ايديها، وهذا الارث البائس الذي نعاني منه حتى اليوم بسبب هذه الجيوش التي لم تقم بمهامها الطبيعيه، ارجو ان لا تذهبوا بعيدا. مرحبا بكم مجددا. يروى أن وزيرا للدفاع في أحدى الدول الأوروبية سئل يوما لماذا وأنت لديك الإمكانات والقدرة لماذا لا تقوم بانقلاب عسكري وتسيطر على السلطة في بلدك؟ كان جواب هذا الوزير الدفاع أن من السهل أن نقوم بانقلاب عسكري في خلال ساعات ونسيطر على الحكم. لكن هذا الانقلاب لن يصمد اكثر من دقائق لماذا قال لان المجتمع سيتعامل مع الجنود الذين انقلبوا باعتبارهم خونة ام الجندي الانقلابي وزوجته او عشيقته ستتعامل معه باعتباره خائنا وربما لن تقبل استضافة في بيتها هذه الصوره شاهدناها راي العين وعشناها في التجربه التركيه الاخيره مع الانقلاب الذي حاول الاطاحه بالنظام الديمقراطي في تركيا وجدنا عائلات في تركيا ترفض استلام جثامين ابنائها لانهم شاركوا في الانقلاب بعضهم رفض الصلاه عليه هكذا وصل الوعي الاجتماعي لدى بعض الاسر التركيه في التعامل مع ابنائها الذين كرروا ان يشاركوا في الانقلاب على النظام الديمقراطي لماذا لانها اعتبرت خيانه هذا الشخص او هذا الفرد الانقلابي خان مهمته الاساسيه وظيفته الاساسيه خان الامانه التي اؤتمن عليها وهي امانه حفظ النظام وحفظ الدوله وحفظ الوطن واشترك في مؤامره ربما كانت ستؤدي الى انهيار الدوله والى اضعاف الاقتصاد والى ادخال البلد والمجتمع في دوامه يخسر منها الجميع ويعني الجيوش العربيه خير مثال على ما حدث المجتمعات الواعيه عرفت وظيفه الجيش الطبيعيه واستطاعت ان تضبط مهام الجيوش وان تضع لها قانونا يضبط اداءها في كل في في كل الحالات، الحالات الطبيعيه وفي الحالات الاستثنائيه، الا ان الشعوب المتخلفه وشعوب ما يسمى بالعالم الثالث حتى الان لم تستطع ضبط هذه المهمه. سنتحدث هنا عن مهام الجيوش الطبيعيه وعن دور الجيوش العربيه في ما وصلت اليه الامه العربيه من حاله رثه للاسف الشديد. الربيع العربي جاء ليفتح العديد من التساؤلات والعديد من الـ الـ الاشكالات الفلسفيه والفكريه والمعرفيه. من بين هذه الاشكالات ومن بين هذه الاسئله التي بدات تناقش وتطرح سؤال مهام الجيوش. ما هي وظيفه اي جيش في اي دوله من دول العالم؟ بطبيعه الحال المهام النظريه المعروفه في الادبيات وفي البروتوكولات التي يدرسها الضباط ويدرسها المختصون تقول ان الجيش اي جيش في العالم، طبعا كلمه جيش نحن هنا نستخدمها استخدام غير علمي لانه الاصل ان نقول القوات المسلحه، لان الجيش هو يعني مكون من مكونات القوات المسلحه، القوات المسلحه تشت تشمل ما يسمى بالقوات البحريه والقوات البريه و القوات الجويه والدفاع الجوي وما شابه ذلك. لكن نحن مجازا سنتحدث عن الجيش باعتباره قوات مسلحه. الجيوش في منظور الـ الـ الادبيات العسكريه لها اربع وظائف على الاقل. الوظيفه الاولى هي حمايه الحدود، حدود الدوله من العدو الاجنبي. حدود البريه، الحدود الجويه، الحدود البحريه. الوظيفه الثانيه في مهام الجيوش هي الحفاظ وتأمين مؤسسات الدولة ومقدراتها والحفاظ على النظام شكل الدولة شكل الدولة الجمهوري مثلا أو الملكي أيا كان المهمة الثالثة لهذه الجيوش مساعدة الأجهزة الأمنية أحيانا في بسط نفوذها وبسط السيطرة الأمنية إذا عجزت الأجهزة الأمنية في بعض الأحيان في حالة التمردات التي تنشأ داخل الدولة في حالة حصول ما يسمى بالانقلابات أو ما يسمى بالرغبات الانفصالية إلى آخره من حق الجيش هنا أن يساند أو من واجبه أن يساند الأجهزة الأمنية في بسط الأمن من المهام أيضا المهمة الرابعة للجيش المساعدة أو التدخل في مساعدة الأجهزة المختصة عند وقوع الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات وما أشبه ذلك هذه هي المهام الطبيعية والنظرية للجيوش في العصر الحديث والناس يتساءلون أو ينبغي أن يتساءلوا لماذا هذه المهام واضحة لدى الجيوش في المجتمعات الغربية والمجتمعات المتطورة وليست واضحه في المجتمعات المتخلفه، يعني مثلا على سبيل المثال لم نسمع وربما لن نسمع في المستقبل عن حاله انقلاب عسكري في اي بلد اوروبي. من يوم ان تاسست الجيوش الاوروبيه الحديثه لم نسمع عن حاله انقلاب عسكري واحده على المؤسسه المدنيه. في حين اننا يعني تكاد يكون تاريخ الجيوش العربية مثلاً وتاريخ الجيوش في المنطقة منطقة الشرق الأوسط على سبيل المثال هي هو تاريخ من الانقلابات ليس إلا آه هذا السؤال ينبغي أن يطرح وأن يناقش لأن الانقلابات العسكرية تسببت في مآسي كثيرة جداً والجيوش وجمهوريات العسكر تسببت في آه مآسي ما زالت المجتمعات العربية تدفع ثمنها إلى الآن وهناك حديث من قبل المختصين عن أنه العسكر تسببوا في افشال الانظمه الجمهوريه في الوطن العربي برمته بدليل ان المؤسسات والدول الملكيه اكثر نجاحا من وجوه كثيره من الانظمه من الانظمه الجمهوريه في الوطن العربي المؤسسات الملكيه استطاعت ان توفر كثير من الاستقرار في الوطن العربي واستطاعت ان تحقق نسبة لا بأس بها من التنمية في هذه الاوطان، لم تستطع ان تحققها جمهوريات الضباط كما يسميها البعض. لماذا هذا؟ لماذا لم تستطع النماذج الجمهورية ان تحقق هذا الاستقرار وان توفر التنمية؟ نناقش هذا الامر. هناك مصطلح معروف في الادبيات العسكرية يسمى العقيدة القتالية لكل جيش من الجيوش في هذا العالم عقيدته القتالية وهذا المصطلح له تعريفات متعددة لكن اخترنا تعريفا لبرت جاكسون وهو مختص في هذا الجانب يقدم تعريف بسيط وعملي لمفهوم العقيدة القتالية فيقول العقيدة القتالية هي الإجابة على الأسئلة الأربعة الآتية من نحن؟ يعني الجيش يتساءل يعني من نحن؟ وماذا نفعل؟ وكيف نفعل؟ وماذا فعلنا من قبل؟ هذه هي الاسئله الاساسيه المطروحه على اي جيش او التي ينبغي ان يطرحها اي جيش على نفسه ليحدد عقيدته القتاليه وفلسفته القتاليه. سؤال من نحن يعني يحدد ما اذا كان هذا الجيش جيش نظامي، جيش تابع لدوله ام انه جيش أو أنه عصابة أو ميليشيا تابعة لفرد أو لشخص أو لقبيلة أو لطائفة من الناس أو لمذهب إلى آخره. سؤال ماذا نفعل يحدد ما إذا كان هذا الجيش من مهامه أن يحمي البلد ويحمي الدستور ويحمي الدولة أو أن له مهام أخرى هي حماية الزعيم أو حماية نجل الزعيم أو حماية مشروع التوريث أو حماية النظام العصابة والدولة العميقة أو حماية مصالح فئة من الناس ما وظيفة بالطبع ماذا يفعل ما هي مهامة سؤال كيف نفعل ذلك يشرح كيف يتدخل هذا الجيش لتأمين الدولة للحفاظ عليها أو للحفاظ على مصالح الفئه التي تسيطر على هذا الجيش عن طريق الاشتباك المسلح، عن طريق ماذا؟ ما هي وسيلته يعني؟ مواجهه الشعب ام مواجهه المتمردين؟ هل من وظيفه جي اي جيش من الجيوش ان يوجه سلاحه وبندقيته الى صدر المواطن مثلا مواطن الدوله؟ ام ان هذا محرم في عرف الجيش؟ كذلك من المعالم التي تحدد وظيفه اي جيش الاجابه على السؤال الرابع ماذا فعلنا من قبل يعني تاريخنا هل لدينا تاريخ يعني هل لدينا سجل من الانتصارات على العدو المشترك يعني عدو البلد عدو الدوله الخارجي العدو الخارجي ام ان سجلنا عباره عن مجموعه من الهزائم مع السجل مع العدو الخارجي ومجموعه من الانتصارات ضد الشعب هذه الاسئله هي التي تحدد عقيده اي جيش يعني من الجيوش الحديثه وبطبيعه الحال لو اننا اسقطنا هذه الاسئله على الحاله السوريه مثلا او الحاله اليمنيه او الحاله المصريه او حالات الدول دول الربيع العربي سنكتشف اننا امام مصيبه كبيره لا امام جيوش محترفه نظاميه محترمه يعني على سبيل المثال لو حاولنا الاجابه عن السؤال الاول من اسئله العقيده القتاليه وهو من نحن بالنسبه لليمن الجيش اليمني سيكون الجواب نحن ميليشيا منظمه مموله قتاليه آه محترفه لكنها تتبع لا تتبع الدوله لا تتبع اليمن بقدر ما تتبع نظام سياسي حكم اليمن لفتره طويله من الوقت بقدر ما تتبع عائله تتحكم بموارد الدوله ومؤسساتها وعلى رأس هذه المؤسسات مؤسسة الجيش بدليل أن هذا الجيش الوطني الذي كنا نعول عليه والذي صرفنا عليه دماء قلوبنا واستنزف ميزانية الدولة وميزانية البلد وثرواتها لمدة طويلة جدا يعلم الله كم كانت ميزانية هذا الجيش هذا الجيش في نهاية المطاف لا هو الذي حمى الدولة ولا حمى الدستور ولا حمى الحقوق والحريات وانما ذهب يحمي مشروع التوريث ويقاتل من اجل علي عبد الله صالح ويقاتل من اجل ان تكون الدوله في يد فئه قليله من الناس على حساب بقيه الفئات. نحن الان بدليل ان رئيس الدوله المنتخب الشرعي عبد ربه منصور هادي لا يستطيع ان يحرك كتيبه داخل هذا الجيش الذي كنا نسميه وطنيا للاسف الشديد. اذا الجيش الوطني اليمني اللي كنا نسميه جيش وطني امام سؤال من نحن سقط وتبدى وكانه عباره عن ميليشيا تابعه لفلان من الناس الزعيم الفلاني او القبيله الفلانيه او الطائفه الفلانيه من الناس. السؤال الثاني الذي نمتحن به تجربه القوات المسلحه في اليمن هو سؤال ماذا نفعل؟ ماذا يفعل الآن الجيش في اليمن؟ الجيش الذي كنا نسميه وطنياً لمدة خمسين سنة أو ثلاثين سنة أو, أو ثلاثة وثلاثين سنة ما الذي يفعله الآن؟ الجيش الآن موجود يحاصر تعز ويكصف المدنيين بكل أنواع الأسلحة التي يمتلكها الجيش الآن يشتبك مع إرادة اليمنيين التي... أرادت دولة مدنية ديمقراطية نظيفة إرادة اليمنيين التي أرادت دولة نظام وقانون ورفاه وتنمية هذا الجيش الآن يشتبك مع هذه الإرادة يشتبك مع الناس في عدن في الحديدة في البيضاء يقاتل في كل الجبهات من يقاتل يقاتل المواطن اليمني نفسه إذا الجيش اليمني للأسف الشديد أو الميليشيا كما نسميها سقطت في اختبار السؤال الثاني السؤال, السؤال الثالث وهو سؤال كيف نفعل واضح هم الآن يقاتلون يستخدمون كل أنواع الأسلحة في مواجهة المدنيين وفي مواجهة إخوانهم من الجيش الوطني الأخير الذي تم تشكيله وفقاً لإعتبارات وطنية أكثر منها اعتبارات مذهبية أو مناطقية كما هو الحال في الجيش السابق يقاتلون الآن بالصواريخ براجمات الصواريخ بكل المعدات والإمكانيات التي لديهم وبكل خبراتهم يواجهون بها إخوانهم من المدنيين والعسكريين على مختلف جبهات الوطن ماذا فعل؟ سؤال الرابع ماذا فعلنا من قبل؟ تاريخ السيفي كان تاريخ للأسف الشديد غير مشرف الجيش الذي شكله علي عبد الله صالح دوال الفترة الماضية لم يستطع أن يحمي جزيرة واحدة من الجزر التي تم الاعتداء عليها من قبل جيران اليمن هذا الجيش لم يتمكن من حماية شعبة مرجانية واحدة من الشعب المرجانية التي تم تدميرها من قبل شركات الصيد التي جاءت من أقصى الشرق والغرب للاصطياد في الحدود الاقليميه اليمنيه البحريه دمروا مئات الشعب المرجانيه التي لا تنمو الا بعد مئات السنين مع وهي خساره خساره اقتصاديه كبيره لمن يعرف لم نجد قوه بحريه واحده او زورقا بحريا واحدا لحمايه هذه الحدود انتهكت حدودنا من كل اتجاه وان انتهكت الجزر وتم الاستيلاء على جزر دون ان يستطيع هذا الجيش ان يطلق رصاصه واحده وان يرد عدوا واحدا هذا الجيش لم يستطع حتى حمايه الصيادين الذين يعتقلون بين اونه واخرى من قبل دول مجاوره ويؤخذون الى اعمال السخره والعبوديه في دول مجاوره هذا الجيش تاريخه في حمايه البلد وفي حمايه مقدراتها كان مخزيا للاسف الشديد تاريخها الوحيد هو حمايه علي عبد الله صالح وحمايه مشروع التوريث وحمايه مشروع الامامه للاسف الشديد يعني كانت تاريخ غير مشرف كذلك الحال في جيش اخر مثل الجيش السوري مع الاسد الذي قتل مئات الالاف من المدنيين حتى الان واستخدم الأسلحة الكيماوية في بعض الأحيان واستدعى المحتل الأجنبي الروسي والإيراني والعراقي واللبناني استدعاهم للقتال داخل سوريا ضد المواطن السوري وضد الإرادة السورية كذلك الحال في ليبيا ليبيا التي لم يكن لديها جيش بقدر ما كان لديها ميليشيات يعني غير نظامية نحن إذا لسنا أمام جيوش هي بمثابة حصن للوطن بقدر ما نحن أمام عصابات منظمة محترفة في القتل تحمي مشاريع خاصة داخل البلد للأسف الشديد. كما قلنا هذه الجيوش كانت عبئا على المجتمعات العربية وعلى ميزانياتها المالية وعلى اقتصادها ولم تكن موردا في يوم من الايام لصالح هذا البلد. ميزانيات الجيوش العربيه تستهلك كانت تمتص معظم الموارد، الموارد التي كان ينبغي ان تصرف في مجال التعليم، في مجال الصحه، في مجال التنميه الشامله كانت للاسف الشديد تذهب الى ميزانيه الجيش، الجيش الذي لم يقم بدوره في اي وقت من الاوقات. الجيش لم يمتص موارد الدوله فقط. ويذهب بها بعيدا عن التنمية وإنما شارك في تعطيل التنمية لأنه في في حالات كثيرة كان يمنع للأسف الشديد عندما كان يعني يصطدم بالقانون عندما كان يشجع الفساد كان يعطل في نفس الوقت قيام التنمية الاقتصادية والتنمية بكافة أشكالها من هذا الذي يستطيع أن يأتي ليستثمر داخل بلد غير آمن؟ من هذا الذي يطمئن الى امواله واستثماراته في بلد يحكمه العسكر ويحكمه الضباط بهذه الطريقه اللا قانونيه؟ بطبيعه الحال البلد الذي يحكمه العسكر هو بلد طارد للاستثمار، طارد لراس المال، وهذا فيه يعني اضعاف للاقتصاد الوطني واضعاف لموارد الدوله. العجيب الاخطر من هذا هو ان الجيوش بسبب هذه العقيده القتاليه الخاطئه ربما تسببت في تقسيم بلدانها الان العراق مهدد بالتقسيم سوريا مهدده بالتقسيم اليمن مهدد بالتقسيم اخطر اشكال التقسيم التي تتهدد اليمن الان هو التقسيم المذهبي الذي غرسه او اكده اكدته الميليشيا المسلحه التي كنا نسميها جيشا التقسيم على أسس طائفية على أسس مذهبية على أسس مناطقية على أسس فئوية هذه الأشكال من التقسيم عززتها مواقف الميليشيا التي كنا نسميها جيشا عززتها في اليمن للأسف الشديد الآن هذه الميليشيا انتهكت حقوق وحريات اليمنيين في أكثر من مكان وأصبح الإنسان اليمني يتعامل معها باعتبارها عدو هذا تعزيز لمشاريع التقسيم داخل البلد للاسف الشديد. اخطر من ذلك ايضا ان هذه الجيوش اصبحت مزارع للاستثمار الاجنبي. كانت امريكا وغيرها من الدول ذات الاطماع الاستعماريه والاطماع التي لديها هيمنه كانت تاتي لتدريب بعض الجيوش العربيه بهدف الاستثمار داخل هذه الجيوش. ارادوا ان يكونوا ولاءات من الضباط وارادوا ان يكونوا عقيده قتاليه منسجمه مع المشاريع المشاريع الهيمنه الامريكيه داخل المنطقه، هذا الكلام كما قلت ليس مجرد استنتاج وليس مجرد وقوع تحت ضغط عقيده المؤامره على الاطلاق. هذا الكلام الذي نقوله في سياق استثمار الامريكان للجيوش العربيه هذا كلام يقال داخل الكونغرس الامريكي نفسه ويقال علنا امام الفضائيات الامريكيه سنشاهد الان موقف من هذه المواقف او بالاصح موقفين في موقفين داخل الكونغرس الامريكي يتحدث فيهما احد السيناتورات الامريكيين عن وظيفه عن وظيفه الاستثمارات التي يقوم بها الامريكان داخل الجيوش العربيه لنتابع شكرا للسيدة الرئيسة وشكرا لشهودنا عدت بتقرير لتوي من الميدان وقد قمت بزيارة أنا والسيناتور كينغ لإسرائيل ولبنان ومصر سمعنا الكثير من الإيجابيات عن عمل القوات الخاصة وخصوصا مهام التدريب التي ذكرتها وبالنسبة لأغراض التمويل الضخمة حتى بالنسبة لميزانية الدفاع الضخمة أعتقد أن التدريب الذي نقدمه للدول الأخرى ربما يكون هو أحد أفضل استثماراتنا ليس فقط على المدى القصير من حيث بناء القدرات انما على المدى البعيد حيث بناء الرجال الذين ندربهم ثم ينتهي بهم الأمر أن يصبحوا وزراء دفاع ورؤساء وزارة ورؤساء دول هذا استثمار يؤتي ثماره حقا ولهذا أردت الثناء عليك بسببه أنا فخور بمشاركتي في رعاية تعديل قانون تفويض الدفاع الذي قدمه السيناتور من ولاية ألاسكا هذا التعديل سيشجع على تعاون عسكري أكبر مع الهند على الرغم من أن التعاون دائما على أعلى مستوى فمن المؤكد أنه يمكن تطويره من خلال عمليات عسكرية أكثر وتبادل للضباط هذا حقا مصدر لا يصدق للقوة ولنفوذ الدبلوماسي الأمريكي سيما العلاقات العسكرية العسكرية لا أستطيع أن أقول لكم كم مرة كنت في دول من جميع أنحاء العالم على سبيل المثال في القاهرة في مصر كنت جالسا اتحدث مع الرئيس المصري الرئيس السيسي الذي كان يتحدث عن تدريبه العسكري هنا في الولايات المتحده في سان انطونيو بولايه تكساس مسقط راسي بالطبع سالته هل احببت الطعام المكسيكي تكس ميكس فقال انه حار جدا بالنسبه له ولكن المقصد هو ان هذه التبادلات العسكريه مع دول مثل الهند ومصر وغيرها هي فرصه عظيمه بالنسبه لنا لاقامه صداقات وصيلات واقامه اناس هم دائما وانا واثق ان لا احد كان يحلم حينها ان الضابط العسكري السيسي سيصبح رئيسا لمصر لكن تدرج لكنه تدرج في المناصب القياديه وهو الان قائد هذا البلد الكبير نحو 92 مليون نسمه لذلك فان تلك العلاقات العسكريه العسكريه والمناورات العسكريه المشتركه مع دول مثل الهند هي مهمه جدا كان ينبغي ان يكون لدينا جيش لكن كان ينبغي ان يكون هذا الجيش في قوامه الاعظم جيش بحريه قوات بحريه ضاربه باعتبار ان لدينا في اليمن حدود واسعه جدا، حدود بحريه واسعه ولم نكن بحاجه الى جيش بري بهذه الضخامه التي لا مبرر لها، لكن في كل الاحوال نحن ليس لدينا هيكله واضحه للجيش في اليمن، وليس لدينا فلسفه واضحه لبناء الجيش اليمني، كان الامر كله متعلق بمشروع التوريث ومتعلق بالاجنده التي يخفيها علي عبد الله صالح عن اليمنيين. الى هنا ننتهي من هذه الحلقه الى حلقه قادمه نرجو ان نلقاكم في اوقات طيبه السلام عليكم ورحمه الله